السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج مقاصد. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين الفاضلين، تعيش الأمة المسلمة اليوم إحدى أصعب مراحل تاريخها، بل ربما أنها المرحلة الأصعب على الإطلاق. فكيف يمكن فهم واقع المسلمين في ضوء المحنة والابتلاء الذي وعد الله تعالى عباده به؟ وما الحكمة والمقاصد التي أراد الشارع تحقيقها في سنة الابتلاء؟ وهل ثمة علاقة بين سنن الله الكونية والشرعية وبين المحنة؟ وكيف ينبغي للمسلمين فرادى وجماعات ومجتمعات التعامل مع المحنة؟ أسئلة نطرحها على ضيف الحلقة الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. ربما يكون موضوع الحلقة اليوم موضوع يمس كل المسلمين، دولا وجماعات وأفرادا وعائلات. حتى يكون الأمر بينا من البداية، نريد أن نتعرف على المحنة. ما هي المحنة؟ طبيعتها؟ وهل ثمة هنا تمييز بين النازلة والمحنة والابتلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن لهذه الحياة التي نعيش فيها طبيعة، وأن لنا فيها رسالة، وأن الخلق والإيجاد مرتبطان بشرط. الله تعالى خلقنا في هذه الدار وشارطنا، فقال عز من قائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الخلق على شرط الابتلاء، والابتلاء مقصده وغايته بيان حقيقة كل إنسان واختيارات كل إنسان. لا يخفى على علمكم الكريم أخي الأستاذ جهاد والمشاهدين الكرام، أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق أبانا آدم عليه السلام أعطاه ميزة جديدة وخصيصة عظيمة، هي القدرة على الاختيار. الفرق بين الملائكة والبشر أن الملائكة مجبولون على الطاعة، والمجبول على الطاعة لا يحتاج إلى اختبار لأنه لا اختيار له. الملائكة لا تبتلى ولا تختبر لأنها ليست مخيرة. فخلقة البشر مرتبطة ابتداء بخصيصة الاختيار: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة يحمل منهجا وتكليفا، ويعطى القدرة على الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويحاسب على اختياره. فإذا ما دام هو مخير ومحاسب، لابد أن يمتحن في الطريق ويرى كيف سيجيب، ويقيم الله الحجة على عباده. ولذلك قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير سؤال، والشر أو الابتلاء أو الفتنة أو المحنة سؤال، وبينها فروق دقيقة. والله سبحانه وتعالى يسجل لنا جميعا لكل البشر إجابتهم عن أسئلة الخير وإجابتهم عن أسئلة الابتلاء أو الامتحان. سيدنا سليمان عليه السلام أنعم الله عليه نعما عظيمة، ومن مواقف النعم في حياة سليمان عليه السلام عندما طلب من جنوده أن يأتوا بعرش بلقيس قبل أن تأتيه، فقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، لك أن تتخيل هذا المشهد، إنه في غمضة عين عرش بلقيس نقل من اليمن إلى فلسطين ووضع بين يدي سليمان. كيف كان رد فعل سليمان؟ قال: هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن سليمان فهم مباشرة أن هذه النعمة وأخواتها من النعم، تمام؟ حتى يعني في موقف النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كان فتبسم ضاحكا من قولها، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. ففي موقف النملة، في موقف العرش عرش بلقيس، كان سليمان يدرك أن كل نعمة هي سؤال في اختبار الحياة الطويل، وأن المطلوب في هذه الحالة هو الشكر
وطاعة الله بنعمائه التي أنعمها علينا، وأن الشق الآخر من الحياة وشق المحنة والفتنة والابتلاء هو أيضا سؤال في طريق الحياة الطويل، أو هي أسئلة على قارعة الطريق، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده كيف يجيب عن كل سؤال من هذه الأسئلة. والمؤمن الحق هو الذي يحسن الإجابة عن النوعين من الأسئلة، لأن كثيرون من الناس أخي الكريم يحسنون عبادة النعمة فإن أعطوا منها رضوا، ولا يحسنون عبادة الابتلاء. والله سبحانه وتعالى صور لنا حال هؤلاء في سورة الحج فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، العبادة عنده على وجه دون وجه، في أسئلة الامتحان في نوع من الأسئلة يحسن الإجابة عليها، ونوع آخر لا يعرف عنه شيئا ويرسب في الإجابة عنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، رضي عن الله وأحسن التعامل مع هذا الخير وهذه النعمة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا هذا غير مقبول في ميزان العبادة، هذا العبد لم ينجح لأنه اختار لنفسه أن يكون عبد نعمة وأبى أن يكون عبدا عند الابتلاء. والعبودية لا تنفصل، والعبودية ملازمة للعبد في النعمة والبلاء على حد سواء كل الأحوال. وهذا هو الذي اختاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خيره الله سبحانه وتعالى لسان ملك الجبال أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، قال: اللهم لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا ما جعت سألتك وإذا ما شبعت شكرتك. أنا أريد أن أحقق كمال العبودية، وكمال العبودية يكون شكرا عند النعمة وصبرا واحتسابا وثقة ويقينا عند الفتنة أو المحنة أو الابتلاء، كما كان حال الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. لمزيد من تحرير هذا المفهوم، يعني دكتور أنت قلت بأن الحياة يعني مدار الابتلاء على خلق الحياة، على أصل الحياة، لكن هل الابتلاء هو فقط يطول الذين يعني التزموا منهج الله سبحانه وتعالى، أم كل الخلائق من كافرين وملحدين ومشركين؟ طبعا هذا يرتبط بأنواع الابتلاء، الابتلاء ليس على شاكلة واحدة، ولعلنا نأتي إلى هذا في سياق الحديث، لكن الإجابة المجملة أن الابتلاء نعم على رقاب الخلق جميعا، وأنه ليس هناك أحد على ظهر الأرض إلا وهو ممتحن، إلا وهو مبتلا، إما أن يكون هذا الابتلاء تذكيرا بنعمة نسيها، وإما أن يكون ردا عن معصية وقع فيها، وإما أن يكون إقامة من الله للحجة على عباده، وإما أن يكون عقابا على ما وقع فيه من جرائم وإساءة استخدام للنعم. إلا أن المحصلة النهائية أن الخلق جميعا مبتلون، وأن الابتلاء يتنوع ويتعدد بحسب حال العبد، لكن ليس هناك مفر من الابتلاء في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى حذر آدم عليه السلام أنه إذا نزلت إلى الأرض فلا يخرجنكما من الجنة فيحصل إيه؟ فتشقى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، معاناة. فإذا حكاية الابتلاء في الدنيا هي على رقاب الجميع، لكن نحن أنظارنا قاصرة. فمثلا الفقير يرى أن السعادة ويعني الجمال في الحياة في الغنى، تمام؟ والذي لم يحصل على منصب يرى أن العزة في المنصب، والمريض يرى أن المتعة في العافية، وهكذا يظن كل إنسان أن فيما ينقصه من النعم كمال السعادة في الدنيا. لكنه لو وصل إلى هذه المرتبة التي يتمناها لتطلعت نفسه إلى غيرها، ولاكتشف أنها لا تحقق له السعادة الكاملة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا ونزع منها صفة الكمال، فليس فيها نعمة كاملة وليس فيها سعادة كاملة. قد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ما معنى هذا الحديث؟ نعم. معنى هذا الحديث أن الإنسان مهما كان حاله في الدنيا لن يصل في هذه الدنيا إلى حالة السعادة الكاملة، كلما وصل إلى شيء من الدنيا رأى ما هو أعظم منه فتطلع إلى الأعظم، وهكذا يظل يدور في راحة الدنيا حتى تنقضي الحياة، ولا يشبع من الدنيا ولا يملأ عين ابن آدم، لا تنقطع الآمال إلا بالموت. فلا بد أن نفقه ونفهم أن الدنيا ليست دار كمال، وأن نعمها ليست موضع تمام، وأن كل إنسان مبتلى، وأن الابتلاء سيف القدر على رقاب الخلق،
ولا ينجو منه إلا من أحسن التعبد لله رب العالمين، ذلك الذي تزيد النعمة عنده بشكرها ويرفع البلاء عنده بصبره، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم على لسان موسى عليه السلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر عند النعمة يزيدها، والصبر عند البلاء يرفعه، والله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لله سبحانه وتعالى سنن كونية وشرعية، لو تبين لنا معنى هذين المصطلحين، وهل ثمة علاقة بين هذه السنن وبين المحن والابتلاءات، بمعنى هنا الأسباب والنتائج؟ نعم، يعني السنن هي قوانين أقام الله عليها نظام الكون فتسمى سننا كونية، يدخل في ذلك مدارات النجوم، يدخل في ذلك قوانين الأرض التي نعيش عليها من تتابع للفصول وتعاقب لليل والنهار وإنبات للنبات ونزول للمطر إلى آخر هذه القوانين التي عليها مدار الحياة بغض النظر عن فعل الإنسان. الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون أخي جهاد عبثا، وإنما خلقه منظما محكما غاية الإحكام، وكل جزء من أجزاء هذا الكون يتحرك في مساره وينطلق من مداره إلى مداره ويجري بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، يعني بنظام دقيق، ونسمي هذه سننا كونية. وهناك سنن ربانية شرعية إلهية لها اختصاص بسلوك البشر في الأرض، وهي قوانين ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، ولا تتغير بتغير المكان، ولا تتغير بتغير الدين أو اللسان، فهي قوانين للحياة كلها. فالأمة العادلة تقوى، والعائلة التي تتواصل يزيد عددها ويكثر مالها، وهكذا مئات السنن. والقرآن الكريم غني غنى عظيما بهذه السنن، كلما قلبت صفحة منه أو صفحتين وجدت نفسك أمام سنن يصورها لنا القرآن الكريم ويبين لنا عملها في من سبقونا حتى نستعملها في حياتنا فلا نصادمها ولا نقع تحت طائلتها. والابتلاء جزء من السنن، فوله اتصال، يعني الابتلاء سنة مستقلة ولها اتصال بسنن كثيرة. طيب، الابتلاء سنة لأنه سنة في المؤمنين، سنة في المؤمنين، يعني سنة الابتلاء في المؤمنين التمحيص، غاية هذه السنة التمحيص، الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين، هذه السنة، لا يمكن أن يكون مؤمن على ظهر الأرض إلا ويبتلى، محال. ولذلك ورقة بن نوفل عندما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستوثق من نبوته قال: ليتني أكون فيها جزعة حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. إيدي سنة، سنة الهجرة في حياة الأنبياء، وكل الأنبياء هاجروا. يعني إبراهيم، لك أن تتصور مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ولد في العراق وانطلق مهاجرا إلى ربه، فطوف ببلاد الشام من أولها إلى آخرها، ثم طوحت به عصا الهجرة إلى أسوار مصر فاحتجز فيها وكان خبره مع الملك ومنع من دخولها، ثم من مصر إلى بلاد الشام، ثم من بلاد الشام إلى الحجاز، ثم من الحجاز إلى بلاد الشام، يعني حياة كلها هجرة. فالهجرة سنة من سنن الأنبياء مثلا، يعني وهي نوع من الابتلاء. وكذلك يعني الابتلاء في المال، الابتلاء في الولد، الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه سنة على رقاب الخلق جميعا. لكن معذرة دكتور حاتم، يعني فيما يتعلق بالسنن الكونية، هل المسلمون، وهنا يعني الحديث هنا عن المسلمين، هل المسلمون إذا ما أخفقوا في إدراك هذه السنن الكونية وقواعدها وقوانينها وقعت عليهم يعني حتمية الدخول في التخلف والشقاء والضنك في الحياة، أم أن يعني تطورهم وتقدمهم وسيادتهم رهن بإدراكهم السنن الشرعية دون السنن الكونية؟ لا، السنن الشرعية والكونية سواء، والبشر المسلمون مخاطبون من الله سبحانه وتعالى بالبحث في النوعين من السنن والاستفادة من النوعين من السنن. صحيح أن هذه السنن
بعضها يملك البشر فيها المقدمات والنتائج، وبعضها لا يملكون المقدمات لكن يستفيدون من النتائج. السنن الكونية نحن لا نملك مقدماتها، لا نملك أن نسير الشمس في غير مسارها، ولا حتى أن نسرع من خطوها، هذا ليس في يدنا. لكن ما الذي نستفيده؟ هو نتائج هذه المسارات والمدارات ونتائج هذه السنن، كيف نفهمها ونفقهها فنتعامل معها في حياتنا بما يحقق الفائدة. أما السنن الشرعية فإن مقدماتها ونتائجها بيد البشر، تمام؟ أنت الذي تدافع عدوك فتصل إلى النصر ثم التمكين ثم الاستخلاف في الأرض، وهي سنن متعاقبة. فإذا ما لم تدخل في المدافعة دخلت في التيه، وهذه سنة أخرى رأيناها في بني إسرائيل. لك أن تتخيل معي، بنو إسرائيل رأوا آيات الله الكبرى حين أخرجهم الله من مصر، وكان الخروج حلما يداعب خيالهم عبر يعني بضعة قرون، عبر يعني مئات من السنين. فلما أذن الله لهم بالخروج على يد النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، ووصلوا إلى طور وطالبهم موسى بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، رفضوا، امتنعوا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لا يمكن أن ندخل في قانون المدافع. والله سبحانه وتعالى يقول في البيان قانون المدافع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. اللي يدخل في قانون المدافع ويرفع راية الله ينصره الله، ومن لا ينصر الله يدخل في التيه، تمام؟ ولذلك لما بنو إسرائيل قالوا لموسى هذا الكلام قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فدخلوا في التيه. فالذي لا يأخذ بأسباب المدافعة والمنافسة، والمنافسة هنا لصالح البشرية، أنت لك خصوم حضاريين في هذه الأرض، هؤلاء الخصوم ارتادوا الفضاء وكذا وكذا، وأنت لم تدافعهم في هذا، إذن من محصلة تفسد الأرض؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فدخول المسلمين في قانون المدافع والمسابقة مع خصومهم، سواء في إدراك السنن الكونية والاستفادة منها أو في العمل تحت طائلة وقانون ومظلة السنن الشرعية، هذا يؤدي بهم إلى النصر ثم إلى التمكين ثم إلى الاستخلاف، أن يكونوا هم القوى العظمى في الأرض. وإذا خرجوا من هذه السنن وتخلفوا عنها فإنهم يدخلون بمرادهم بإرادتهم بمحض اختيارهم في التيه الذي دخل فيه بنو إسرائيل، فيتسلط عليهم عدوهم ويفعلون في بلادهم ما نراه في هذه الأيام. الملاحظ للسيرة النبوية وحتى لتاريخ المسلمين أنهم حتى عندما كانوا المسلمين ملتزمين بقضايا السنن الشرعية وحتى السنن الكونية، ومع ذلك وقع عليهم المحنة والابتلاء، وهذا يعني شواهده كثيرة في التاريخ الإسلامي. نريد أن نحرر هذا المعنى أو هذه الحالة دكتور، يعني كيف تقع المحنة في قوم مسلمين ملتزمين منهج الله وملتزمين السنة الكونية والسنة الشرعية؟ هذا نريد أن نبحثه بعد الفاصل لو أذنت لي. إن شاء الله. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستئناف الحديث. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن المحنة في واقع المسلمين، والحديث مع دكتور حاتم عبد العظيم، أجدد الترحيب بكم دكتور. أهلا ومرحبا دكتور. المحنة قد تكون يعني رضا من الله سبحانه وتعالى أو سخط، كيف يمكن التمييز بين النازلة أو الابتلاء أو المحنة على أن هذه سخط من الله، غضب طيب وعقوبة، أو أنها رضا ورفع درجة؟ تسمح لي أن نجعلها ثلاثة أقسام. تفضل. الأول هو المحنة مع الطاعة الكاملة، تمام؟ والثاني المحنة أو الابتلاء في سياق طاعة حصل عنها انحراف ولو يسير، والثالث الابتلاء الذي يكون مع الانحراف الكامل عن منهج الله. في الحالة الأولى المؤمن
الثابت على دين الله ومنهج الله، الذي يبذل جهده ولا يألو ولا يقصر لا في النظر والبحث واختيار الاختيارات الصحيحة، ولا في العمل والبذل والجهد، ولا في استقامة القلب والنية في هذا كله، هو محسن وهو مصيب ثم يبتلى أو يمتحن. في هذه الحالة هذا الابتلاء ابتلاء رضا، وهذا الابتلاء رفعة درجات، وهذا الابتلاء إظهار معدن النفيس، وهذا الابتلاء يعني تقريب من هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينال من نفس المؤمن ولا يزيده بفضل الله إلا يقينا، ولا يزيد صدره إلا انشراحا، ولا يزيده إلا إقبالا على دينه، فيخرج من هذه المحنة أو من هذه البلية أشد ثباتا وأشد مضاء وأشد إيمانا. ولعله في هذا السياق نذكر مثلا دخول يوسف إلى السجن عليه الصلاة والسلام، فقد كان دخوله للسجن نتيجة رفضه للفاحشة، وقد يبدو الأمر أنه كيف يترك الله عبده يوسف ونبيه يوسف الذي أبى أن يقع في الفاحشة وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كيف يتركه الله إلى السجن؟ والحقيقة أن الله لم يتركه إلى السجن، وأن الله سبحانه وتعالى أراد له الفضيلة الكاملة وأراد له الرفعة والجزاء والمثوبة الكاملة. هذا خاص بالأنبياء للتربية، بالأنبياء وغير الأنبياء، وغير الأنبياء وغير الأنبياء، فيعني بل هو لغير الأنبياء أولى. فسيدنا يوسف عليه السلام دخل إلى السجن، هنا السؤال: هل دخل يوسف إلى السجن عقابا؟ معاذ الله. هل دخل تقصيرا؟ معاذ الله. دخل إلى السجن رفعة، دخل إلى السجن إظهار كرامة، وقد رأينا الأمرين، إظهار الكرامة والرفع في نهاية المسألة، علما أنه كان ببشريته حريصا على الخروج من السجن. طبعا طبعا، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. هذا مزيد تربية. أي شوف يا سيد العزيز، تعال نتأمل الآن ماذا لو كان يوسف قد أجيب إلى دعوته العاجلة رغم أنها فطرة كما تقول، لو خرج بوساطة هذا الساقي، سيخرج من الباب الخلفي ويعود إلى حياته الأولى لا وزن له في ذلك البلد، بفضل ومنة أيضا. أيوة، ويخرج ولم يعلم أحد ببراءته، لكن الله أخر خروجه حتى يحقق الغايتين: إظهار الكرامة ورفعة المكانة. فلما رأى الملك الرؤيا وتذكر ذلك الصاحب في السجن وقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وذهب إلى يوسف، فأول رؤية الملك، أول رؤيا الملك ليس فقط أولها، وإنما أولها، ووضع لهم خطة التعامل معها والمخرج من هذه الأزمة الكبيرة. فلم يجد الملك حيلة إلا أن يدعو يوسف إليه، فلما دعاه أبى يوسف أن يخرج حتى يظهر الملك ويعلن براءته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله أخي يوسف، لو دعيت إلى ما دعي، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، لو دعيت إلى ما دعي إليه لأجبت الداعي. ماذا عن النوع الثاني دكتور؟ قبل أن نذهب للنوع الثاني، يوسف عليه السلام يعني ألقته المحنة في السجن، تمام، وابتلي هذا الابتلاء، فجعل الله عاقبة ذلك أن يكون هو سببا في رفع المحنة عن رقاب الخلائق جميعا في مصر والشام وما حوله. فالمحنة مع المؤمنين من هذا النوع، نعم، إظهار كرامة ورفعة درجات بإذن الله. الثانية: قد تكون المحنة لمؤمن انحرف قليلا عن طريقه، فتأتي المحنة لترده إلى جادة الطريق، تذكره من نسيان، أو تقومه من اعوجاج، أو ترده من غلبة شيطان أو نزعة هوى غلبت عليه في لحظة من لحظات، فترده إلى جادة الطريق، وذلك لأن الله يحبه ويحب له أن يستقر على طريق الخير، فسنيسره لليسرى. ومن هذا مثلا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين يوم حنين بما ابتلاهم، ليه؟ لأنه حصل انحراف قليل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يلقن المؤمنون في حنين درسا حتى لا يغتروا بالكثرة بعد ذلك، وحتى يظلوا دائما ينسبون النصر إلى الله رب العالمين. والراجل في أول غزوة لما قال: لن نهزم ولن نغلب اليوم من قلة، قالوا: رأينا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ما قال، علم النبي أن هذا انحراف سيعاقب عليه هؤلاء المؤمنون حتى يرجعوا عنه. نفس الكلام في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم،
هذا تقويم للانحراف، لكن بعد الدرس مباشرة يعود المؤمن إلى طريقه ويفهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه الرسالة، رسالة محبة ورسالة تنقية ورسالة تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا، تمام، فيرجع إلى جادة الطريق ويستأنف مباشرة العمل ويجد بركة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة إليه بمجرد عودته إلى الطريق الصحيح. النوع الثالث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وألا يجعلنا من أهله أبدا، هو عقاب. الإنسان قد ينعم عليه بالنعمة ويمهله الله في النعمة وفي العافية طويلا، ويرسل إليه العظات والعبر ويقيم بين يديه الآيات والسنن، فإذا تذكر وتنبه وعاد فذلك الذي استفاد، وإذا أصر على الاستمرار في غيه واستخدام نعم الله في معصيته فإنه يعرض نفسه بعد ذلك لعقوبة الانتقام، لابتلاء، هنا لا نسميه ابتلاء وإنما نسميه عقوبة مباشرة لأنه أساء استخدام النعمة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففي هذه الحالة للأسف يكون ذلك عقابا ويكون ذلك أخزا، وربما يعاقب هو ومن حوله للأسف الشديد، كما قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، صلى الله عليه وسلم. وفي تاريخ الأمم السابقة السالفة نجد دروسا بليغة في إهلاك قوم نوح، في إهلاك ثمود قوم صالح، وفي إهلاك عاد من قبل ذلك قوم هود. كل هذه الأمم مكنت في الأرض تمكينا عظيما، فأقامت على معصية الله عز وجل وأنذرت فلم تتلقى النذر، وأرسل الله إليهم الرسل فأعرضوا عنهم ما استأذوا بهم، فكانت العقوبة في النهاية وكان الأخذ الأليم الشديد. فإذا كانت البلية في سياق معصية وفي سياق تذكرة لم ينتبه إليها الإنسان فإنها والعياذ بالله تكون عقابا له. ومن سنن الله أن العقاب لا يأتي إلا بعد استدراج وإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا تأتي العقوبة بمجرد المعصية، وإنما يطول الله له حبل المعصية حتى يصل فيها إلى غايتها وإلى نهايتها، ثم يؤخذ ويستدرج بفتنة صغيرة بأكبر منها بأكبر بأكبر حتى يغرق في الفتن، ثم يؤخذ غير مأسوف عليه. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الناس مستورون في الفتن، إن الناس مستورون في النعم، فإذا ما فتنوا عادوا إلى حقائقهم، فيعود المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. هذا الكلام حقيقة يغريني بالسؤال عن واقع المسلمين اليوم. بالنظر إلى العالم يكاد يكون المسلمون هم الأمة الوحيدة في العالم التي تعيش صنوفا من الضنك والهوان والذل، تكاد تكون الأمة الوحيدة تقريبا. السؤال هو في سياق حديث أنواع المحن والابتلاءات، كيف يمكن النظر إلى واقع المسلمين اليوم؟ في تقديري أنه النوع الثاني الذي يشبه تيه بني إسرائيل. بنو إسرائيل مكثوا في التيه 40 سنة حتى خرج منهم جيل قبلوا أن يدخلوا في قانون المدافعة، وقادهم تلميذ موسى عليه السلام سيدنا يوشع بن نون، فذهبوا معه إلى الأرض المقدسة ودخلوها فاتحين، وكان نتيجة ذلك أنه وصل بنو إسرائيل إلى أعلى درجات مجدهم وعزهم في فترة النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام، وصاروا خلفاء الله في الأرض، صاروا أكبر قوة سياسية وعسكرية في العالم. وقد رأينا في قصص القرآن الكريم كيف وصل ملك سليمان إلى بلاد اليمن. وعليه فالأمة المسلمة الآن تركت الأخذ بأسباب النصر والعزة والتمكين. يعني علما أنهم في العقدين الأخيرين دكتور حاتم يعني عاد المسلمون إلى المساجد وعادوا إلى العقدين. أقول لحكي اللي بيحصل. طيب. فالأمة عاشت فترة طويلة نستطيع أن نسميها فترة الوهن، قرن كامل. وفترة الوهن دي لها صفة ولها مظهران. ما هي؟ أما الصفة فحب الدنيا وكراهية الموت. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمة لا تريد أن تدافع عن دينها وتريد أن تعيش تحت طائلة العدو، والمهم أن تعيش. طيب، يحدث تصبح الأمة إذا فعلت ذلك في صورتين لها تشبيهان شبهها بهما النبي صلى الله عليه وسلم. التشبيه الأول: تكون كالقصعة أمام الأكلة،
والطعام بين يدي الأكلة لا إرادة له، يقلبونه كيف يشاءون، يقدمون منه ما يريدون ويؤخرون منه، ويلقون في الفضلات ما يريدون، لا إرادة له ولا ممانعة ولا اختيار. والمثال الآخر كالزبد أمام السيل، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. والغثاء القش الخفيف، الأوراق التي لا وزن لها، لا تستطيع لا أن تحدد مسار السيل ولا أن توقفه ولا أن تمتنع عن الذهاب معه. فالأمة مسيرة بإرادة أعدائها، يقسمون في أوصالها ويضعون لها الحدود ويقيمون فيها الحكومات ويشعلون بينها الحروب ويفقرون هذا ويغنون هذا دون إرادة من الأمة. هذا حدث، والاستعمار الغربي بصوره المختلفة الواضحة الفجة العسكرية أو الناعمة عبر الوكلاء الموجودين الآن فعل بالأمة هذا كله. في العقدين الأخيرين بدأت الأمة أقول لك يعني تنتقل تنعتق من حالة الغثاء والوهن إلى بدايات الدخول في قانون المدافعة، وقانون المدافعة يقود إلى النصر ثم التمكين ثم الاستخلاف. مظاهر هذا الانعتاق؟ مظاهر هذا أجلاها وأوضحها على الإطلاق كانت ثورات الربيع العربي، خروج جماهير الأمة رفضا للحكم الاستبدادي ورفضا للظلم الاجتماعي ورفضا للفساد المالي والسياسي والأخلاقي، ومطالبة بحياة كريمة فيها عدالة فيها حرية فيها كرامة فيها مساواة، وهذه قيم الإسلام العليا. وقدمت الأمة لذلك تضحيات جسيمة، مئات الآلاف من الشهداء في كل بلد. معذرة دكتور حاتم حتى يتحرر الأمر، يعني أنت تقول بأن المسلمين الآن يدخلون يعني ينعتقون من مظاهر الوهن والغثائية ويدخلون في نحو طريق التمكين، وطرحت بضعة قيم هي الحرية والكرامة والمساواة، لكن هذه القيم التي تتحدث عنها، وطبعا هو في موضوع حديثنا، كثير من الأمم طرحتها لكن ليس من منظور إسلامي، هذه قيم إنسانية. نعم. فما الذي يجعلك يعني تقول بأن هذه من منظور إسلامي؟ نعم. لم تطرح على أساس إسلامي. نعم، لأنه رقم واحد هي الجماهير التي تنادت هي جماهير مسلمة في بلاد مسلمة. ثانيا، معظم الذين كانوا طليعة هذه الثورات هم الشباب المسلم، أبناء الحركات الإسلامية المختلفة في مختلف البلاد. ثالثا، إنه هذه الثورات ما مكنت في بلد ولو تمكينا مؤقتا إلا وجاءت بنظام حكم إسلامي، تمام. رابعا، انه لو امتد الزمان بتجارب الحكم القصيره التي حدثت، لو امتد الزمان بهم سنوات قليله لكانت بينهم وحده اسلاميه عظيمه، وقد راينا بعض بشارات هذه الوحده في فتح الحدود وفي اشياء من هذا القبيل. فاذا يعني واضح جدا ان هويه هذه الثورات كانت هويه اسلاميه، ارضيتها كانت ارضيه اسلاميه، غاياتها كانت غايات اسلاميه، رافع راياتها كانوا ابناء الحركات الاسلاميه. وعليه فانا اقول انه لو قدر لهذه الثورات ان تكتمل، وهي ان شاء الله مكتمله، فستعيد الامه الإسلامية إلى كثير جدا من مجدها في سنوات قليلة. أريد أن أبقى معك في هذه النقطة، لكن ليس في المنظور السياسي بقدر ما هو في المنظور الشرعي العقدي الفقهي الفكري. دكتور، يعني ثبت في الحراك الأخير في العالم الإسلامي وفي العالم العربي أن كثيرا من النخب الإسلامية يعني وقع بينها شقاق وقع بينها تمزق، وحتى كثير منها وقع بينها حب السلطة وطلب الحياة الدنيا كذا إلى آخره. فكيف يمكن التوفيق بين قواعد هذه الحالة التي تتحدث عنها وبين نخب هي ينبغي أن تكون هي موجهة لهذه القواعد؟ ثم تخلل هنا. شوف يا سيدي، خليني أضرب لك مثال من القرآن الكريم. بنو إسرائيل عاشوا أصباطا مفرقين بعد نبي الله داود ونبي الله سليمان، وأصل الأمر إنه سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم، وصار كل يوم يذهب إلى قبيلة من قبائلهم فيستبيحها عن بكرة أبيه. فلما طالت بهم المحنة على هذا النحو قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، خلاص سئمنا هذا الذل، نريد أن ننعتق، تمام. وصارت فصول القصة إلى أن بعث الله لهم، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. حصل اعتراض، وبعدين حصل تمحيص متتالي لبني إسرائيل، وفي كل مرحلة سقط البعض وبقي الأقل، حتى كان الأمر في النهاية أن طالوت أخذ الجنود وذهبوا ففتح الله بهم البلاد. وكان هذا بعد نبي الله موسى يعني مدة ليست كبيرة، ربما بقرن ولا قرنين من الزمن ولا شيء من هذا القبيل. وأنا أقول لك إنه هذا الموقف كان هو بداية المجد الإسرائيلي الكبير، بداية ظهور نجم داود، لأنه داود عليه السلام ما كان يعلم به من أحد، وفي أول معركة لهم
ظهر داود شاب الصغير وكان هو الفارس الذي قتل جالوت، ومن ثم كان هو الملك الذي حكم بني إسرائيل بعد طالوت، وآتاه الله الملك والنبوة وبدأ المجد الإسرائيلي. هذا نموذج مهم جدا، أمة متقاعسة عن مدافعة عدوها، غارقة في الشهوات، قررت فجأة أن تنعتق من حياة الذل وأن تصنع كرامتها بيدها، دخلت في قانون المدافعة، نصرها الله، ظهرت فيها قيادات وكفاءات لم يكن أحد يعلم عنها شيئا. هذه القيادات الشابة التي ظهرت في أثناء المدافعة قادت مرحلة جديدة من المجد الإسرائيلي مثله النبي الكريم داود والنبي الكريم سليمان. كأني أرى الصورة متطابقة تماما. الأمة الإسلامية عاشت في الوهن والغثاء كما قلنا قرنا كاملا، وصل بها الأمر إلى أن ضاق الحبل على الودج كما يقولون، ويعني ثارت هذه الأمة في كل أرجاء المعمورة على غير موعد سابق. دكتور، على أهمية ما تتفضل بذكره، لكن لابد هنا من التداخل معك. يعني يقول كثير من المسلمين، ويعني حتى بعض مظاهر الإلحاد انتشرت في صفوف المسلمين في عدد من الدول التي هي معاقد الإسلام، يقول كثير من المسلمين أن كيف يعقل لأمم هي تجاهر بالمعاصي والكفر والفساد الأخلاقي والفكري والعقدي هي أن تنال وتذل وتقهر مسلمين موحدين وقع منهم بعض الأخطاء وبعض المعاصي، كيف يستقيم هذا؟ والله هذا جزء من قانون المدافعة الذي تحدثنا عنه. منظومة الحكم الاستبدادي في بلادنا تعيش هزيعها الأخير، ومنطقي أن تكون في هذه الجولة أشرس وتكون أكثر حماقة وطغيانا، وده قانون الاستدراج الذي تكلمنا عنه. قلنا إنه في الاستدراج يزيد السقوط حتى يصل إلى يعني أشد وأخطر مراحله فيكون الأخذ. فهم الآن ظنوا إنه الشعوب مستضعفة، ليس فيها قوة ومنعة أمام آلتهم العسكرية الجبارة، فعاثوا في الأرض فسادا، براميل متفجرة على رؤوس الأطفال والنساء، مذابح في الشوارع والطرقات، قتلى في السجون، تعذيب، اعتداء على الأعراض. هذه أمارات السقوط، أمارات قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هم هؤلاء الطغاة يلفون حبل الانتقام الإلهي على رقابهم بأيديهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهؤلاء الآن يضعون يعني أنفسهم في موضع الأخذ القريب، لأنهم وصلوا إلى أقصى درجات الإجرام في التعامل مع الشعوب. تحدث عن أنها هذه أمارات السقوط، لكن حتى يسقطوا ينبغي أن يكون في الطرف المقابل ثمة من يجيد التعامل مع هذه السنن الربانية حتى ينهض على أنقاض هؤلاء الساقطين. لكن هذا أريد أن أبحثه معك بعد فاصل أخير لو أذنت لي. هذا فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين، الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور حاتم، الآن ثمة من يقول بأن ما يجري الآن للمسلمين في بلاد العرب وحتى بلاد العجم هو استبدال رباني لأجيال ابتعدت عن الله وابتعدت عن إدراك سننه، وانتشر الفساد بينها حتى بين المتدين. كيف يمكن التمييز أن ما يحصل هو تربية وتقويم وليس استبدالا؟ طيب، هو سنة الله عز وجل في هذه الأمة بمجموعها أنها لا تستبدل، وأن الخير لا ينقطع منها حتى تأتي الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالاستبدال في الأمة هذه يكون استبدالا جزئيا. كيف؟ استبدال لحركة، استبدال لنظام سياسي، استبدال لحاكم، إنما الرصيد الخيرية في الأمة باقي إلى يوم القيامة. تمام. وعليه فلا يمكن أن يكون ما يجري واستبدال لهذه الشعوب، لا، هذا غير متصور. قد يكون استبدالا لأجيال، فيبقى في عندنا أجيال التيه
هو الاستبدال أجيال التي كأجيال تي بني إسرائيل. وقد خرج بعد 40 سنة من التي جيل على رأس يوشع بن نون ذهب فتح الأرض المقدسة. لكن بني إسرائيل عملوا على استخراج هذا الجيل، ما عملوش ولا حاجة ولا عملوا ولا حاجة. بني إسرائيل بالعكس فضلوا يعني يعاندون سيدنا موسى عليه السلام حتى ضاق بهم زرعا وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. خلاص ضاق صدر موسى بهم. لكن اللي حصل الآتي، إنه في خط فاصل بين أجيال تربت في حكم فرعون وأجيال رأت الثورة على فرعون وهي صغيرة شابة لم تتشكل ثقافتها ووجدانها بقواعد الاستبداد الفرعوني، ثم ذهبت إلى صحراء سيناء فعاشت هناك في حياة حرة وتنفست هواء حرا وتربت تربية صحيحة على يد موسى وهارون ويوشع بن نون. فالجيل الأول اللي طلع بعد التي هو الذي حرر الأرض المقدسة، والأمة عاشت فعلا أجيال في التي، ليس جيلا واحدا بل جيلين وربما أكثر، على الأقل 3 أجيال كمان عاشت في هذا التي. لكن الجيل الرابع جيل الشباب الآن الذين ولدوا على نداء الثورات ورأوا جرائم هذه الأنظمة، هذا الجيل يعد بعين الله الآن ليكون هو جيل التغيير الكبير في واقع الأمة، هكذا تقتضي السنة. تمام. الأمر الآخر أنه تسليط هؤلاء المجرمين لا يعني أن الله يمكنه من رقاب المؤمنين طويلة، لأن البقاء الطويل له مقومات، الاستقرار له سنن. تمام. لا يمكن أن تستقر الشعوب على حالات من الجنون، لا يمكن لحاكم يا سيدي. لكنها عفوا دكتور حاتم، يعني هذه الشعوب لم تدرك سنن الله سبحانه، ستدركه متفرقة. ستدركه وسنأتي إلى ذلك. طيب. يعني لا يمكن للذي يلقي كل يوم عشرات البراميل المتفجرة على بيوت الناس، على الأسواق، على المساجد، الذي قتل الآن مئات الآلاف من الأطفال، هذا لا يمكن أن يكون مشروع حكم مستقر، لا يمكن. تمام. إنما هو في مرحلة سقوط، وكل يوم يزداد سقوطا حتى يأخذه الله هو وأشكاله وأمثاله. تمام. الأمر الآخر إنه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يبلو بعضنا ببعض. تمام. ويبلو أخبارنا، كل واحد فينا بيختار وبيعمل إيه، وفي النهاية تكون النتيجة، في نتيجة قادمة والعاقبة للمتقين قولا واحدا. طيب. الأمر الآخر، الأمة بقى الناحية التانية، يعني الأمة الآن رأت بعينها أولئك الحكام الذين كانت تظن أنهم منها، والذين كانت تظن أنهم يريدون الخير للشعوب ويريدون الاستقرار ويريدون السلام، رأتهم قتل مجرمين وتاجرين بالدماء، رأتهم ألعوبة في أيدي أعداء الأمة، رأتهم يتسابقون إلى البلاط الإسرائيلي ويسارعون في بني إسرائيل في مشروع الصهيوني، رأتهم يدفعون أموالهم بمئات المليارات إلى ترامب لينفذ مخططه في تدمير الأمة وتمزيقها وإنهاء القضية الفلسطينية. إذن الأمة الآن بتمر بحالة إفاقة لا ريب في ذلك، هناك أجيال قادمة تعي جيدا ما يجب عليها، فكر ينضج كل يوم، إدراك للسنن ومنظومة السنن، هذا صحيح، مظاهر هذا النضج الذي تتحدث عنه. أيوة. تعال الآن نرى مستوى الأسئلة التي تطرح على الفضاء العام بين شباب الأمة ونقارنها بما كان قبل 10 سنين. قبل 10 سنين كانت أحاديث الشباب عن المباريات، عن الممثلين والممثلات، عن الفيلم الأخير والمسرحية الأخيرة، كان هذا الحديث الشائع بين قوسين. لكن الآن صارت قضية الحريات، صارت القضايا العامة، الشأن العام، مسائل الشأن العام، صارت الأحداث السياسية، صارت أحاديث الثورات فقط في المجتمع، الثورة ليس في البلاد، ليس هو في البلاد كاملة. هو يا أخي الشعوب لا تحررها الجماهير الواسعة أو العوام أو الدهماء، الشعوب تحررها النخب، والشباب الآن يصنعون لهذه الأمة نخبة جديدة صنعت على عين الله وستحمل راية التغيير الكبير في السنوات القليلة القادمة في ربوع الأمة. طيب في ظل هذا الحديث، يعني المسلمون الآن كيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذه المحن؟ كيف ينبغي أن يواجهوها؟ طيب أنا في نقاط سريعة جدا أقول إنه يجب علينا ألا نقع أسرى خلافات الماضي ويعني تراث الماضي وأثقال الماضي. الآن من بركات هذه المرحلة أنها تضعنا جميعا أمام غاية واحدة، كان بيننا تنوع فكري وتنوع تنظيمي وحركات مختلفة وربما إرث من الخلافات، يجب علينا أن نتجاوز هذا كله وأن نعلم أن هناك خارطة جديدة للأمة ترسم الآن، وأن الخرائط القديمة سقطت تماما. يعني الأمر الآخر
أنه ينبغي علينا أن نعي جيدا ونعرف جيدا نقاط القوة التي في أيدينا. في كثير من الأحيان يكون عندك نقاط قوة لا تعرفها فلا تستخدمها، ويكون عندك نقاط ضعف تعظم منها فتسيطر عليك فتقع في اليأس والإحباط. الشعوب في أيديها نقاط قوة هائلة، وكل شعب ينبغي أن يدرس ما الذي في يده. شعوب وكيف المسلمين طبعا طبعا أقصد هذا طبعا، وكيف تستغل نقاط القوة هذه لإيقاف آلات القتل والإجرام، ثم لجمع الرأي العام في هذه الشعوب على كلمة سواء، ثم الانطلاق إلى الأمام. لابد من اتفاق على مشروع المستقبل في كل بلد من هذه البلاد، كيف سنتعامل بعد أن ننجح. إذا كان السؤال الأول كيف ننجح، فإن السؤال الثاني الذي يجب عليه الإجابة من الآن النجاح. أيوة، كيف ماذا نصنع وكيف نتعامل بعد النجاح حتى لا نأتي حينها ونختلف. تمام. هنا هل مشكلة بيت القصيد يعني في وسائل مادية الأسباب، أم يعني متى يتحقق النجاح أو كيف ننجح هو متعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ضبط العلاقة مع الله؟ له أسباب كثيرة، أولها طبعا ضبط العلاقة مع الله وسلامة النية والقصد، وبعد ذلك معرفة الأسباب التي في أيدينا والأخذ بها حتى لو كان السبب غار، وهذا كله قد يكون في وقت واحد مع نعم بعض. نعم طبعا متكل ومتكامل في مسار واحد. لجأ النبي إليه إلى غار، لجأ إلى غار، ووقف المشركون عند باب الغار وأقدامهم فوق رأس النبي وصاحبه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لكن عناية الله ما دام الأخذ بالأسباب كامل والتوكل على الله كامل كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وصرفت هؤلاء المجرمين عن النبي وصاحبه وبلغتهم مأمنهم بسلام الله. فعليه يجب على الأمة أن تعيد علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، أن تدرك جيدا نقاط القوة التي في أيديها، أن تأخذ بالأسباب أحسن الأخذ، وهي على يقين أن نصر الله سبحانه وتعالى قريب، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. ربما حان الوقت لأسألك عن العلاقة بين التمكين والابتلاء أو المحنة. لا يكون تمكين إلا بعد ابتلاء حتما يقينا. ما ممكن التمكين يعني استقرار النصر. يعني شوف يا أخي الكريم، في سنة اسمها المدافعة، دي مليانة ابتلاءات كلها من أولى الأخيرة ابتلاءات، وإذا نجحت في سؤال المدافعة يتحقق النصر. ثم إن النصر فيه ابتلاءات، النصر ابتلاء الغرور وابتلاء القوة وابتلاء الفرقة على الغنائم. تمام. فإذا نجحت في ذلك تصل إلى التمكين، أي استقرار النصر. ثم التمكين بعده مرحلة أصعب وأعظم، هي مرحلة الاستخلاف، مرحلة النظام العادل العالمي، مرحلة أن يكون المسلمون هم سادة هذا العالم بعدالتهم وبإنسانيتهم وباحترامهم لحقوق غيرهم إلى آخره. لكن بعد أن يستحكم الإسلام في قلوبهم. طبعا لا يمكن أن يمكن في الأرض إلا لعباد الله الصادقين، لا يمكن في الأرض تحت راية الإسلام. غيرنا قد يمكن ويحمل في يده كأس خمر ويحيط بيده الأخرى يعني عنق غانية، لكننا نحن المسلمين الذين يرفعون راية الإسلام لا ننتصر إلا إذا كان القرآن الكريم هو رائدنا، وطاعة الله عز وجل هي منهجنا، والخروج من حظوظ النفس وشهواتها وطريقتنا وسنتنا. لا ننتصر إلا بدين، من رفع شعار الدين لا ينتصر إلا بدين، أما من رفع شعار الدنيا فنصره زائف ومؤقت. نعم. والعاقبة دائما للمتقين. بقي عندنا دقيقة، أريد أن أسألك عن ما تريد أن تقوله مما لم أسألك عنه في هذه الحلقة. أقول إنه يا إخوة الإسلام في كل مكان، إياكم أن يتسلل اليأس إلى نفوسكم والإحباط والقنوط من هول ما ترون من أسمان ندفعها في كل مكان من ربوع الأمة، فإن ذلك أمارة وعلامة التحول من الوهن ومن الغسائية التي عاشتها الأمة إلى المدافعة، والمدافعة قانون صعب لكنه اختيار الله لعباده وسنة الله في عباده، وعاقبة المدافعة نصر من الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أن نعد للنصر عدته، وللنصر ثقافة إذا أحسناها يبقى النصر في أيدينا، منها أن نتوحد ولا نتفرق، وأن نتكاتف ونتعاون ولا نتخاصم ولا نتنازع على المغانم، وأن يكون دائما بصرنا للمستقبل لا للماضي. فإذا أحسننا ذلك مكن الله لنا في الأرض ببقاء النصر واستقراره وإيتائه ثماره، ثم بعد ذلك يكون الاستخلاف الذي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يطبق فيها الإسلام بقيمه الرفيعة تطبيقا كاملا غير منقوص، يعيد التاريخ الإنساني إلى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن ذلك آت لا محالة، رضي من رضي وكره من كره، لأنها بشارة الله ووعد نبيه، ووعد الله لا يتخلف. ونحن بدورنا استهلكنا وقت الحلقة كاملا غير منقوصين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية. كل الشكر لكم، في حراسة الله وتوفيقه.